السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. هذا الفيديو إن شاء الله دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية المستوى الخامس ابتدائي اللغة الفرنسية بالنسبة للدورة الأولى الموسم الدراسي 2021-2022. اليوم وصلت معكم لاكتيفيتي دو ليكسيك نموذج رقم 2 بطبيعه الحال. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي ديجا درت في القناه يبحث عليهم في الديسكريبسيون في صندوق الوصف، وغادي يلقى بزاف ديال لي ليان، بزاف ديال الروابط. ان شاء الله غادي يستافدوا معايا في هاد الفروض وفي هاد الدروس ان شاء الله. مرحبا بكم. اذا اليوم لاكتيفيتي دو ليكسيك عندي هنايا 5 كيستيون سون تري سامبل، غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم. مزيان، إذن هنايا نبداو بلا بروميير كيستيون. كومبليت لو تابلو اون بلاسون شاك مو دوفون لا ديفينيسيون كي لوي كونفيان. إذن غادي نكملو هاد الجدول هذا اللي عندنا هنايا باش بالكلمه المناسبه لين المناسبه لذاك التعريف. صافي، إذن هنا عندي تعاريف، عندي هنايا التعريف الاول اون بيرسون كي نا با اونكور اتان 18 ans، يعني واحد الشخص اللي باقي ما وصلش ل 18 سنه. لوكال او لون بو لوجي ابيتي سينونيم ميزون ابيتاسيون، يعني هو واحد المكان ولا واحد البلاصه اللي ممكن نسكنوا فيها ولا نعيشوا فيها، يعني سينونيم يعني المرادف ديال ميزون ديال المنزل ولا ديال المسكن. صافي، اون شوز كون ني اوبليجي دو فير، يعني واحد الحاجه اللي حنايا مجبرين اننا نديروها. نشوفوا الكلمات اللي غنعمروا بهم هنا. دوفوار واجب، اونفون طفل، لوجمون يعني مسكن، valable c'est-à-dire ممكن. صافي، دونك devoir، دونك devoir هو واحد الحاجه اللي حنا اوبليجي اننا نديروها. دونك devoir هي واجب، اون شوز كون ني اوبليجي دو فير. صافي، هذه هي لا ديفينيسيون ديال devoir. مزيان، مشات لنا devoir. enfant طفل، enfant هو واحد البيرسون كي نا با اونكور اتان 18 ans، هو واحد الطفل ولا واحد هو واحد الشخص اللي ما عندوش 18 سنه. صافي، هذا هو التعريف ديال لونفون. دونك اونفون صافي. لوجمون هو المسكن، دونك لوكال او لون بو لوجي ابيتي سينونيم سي ميزون ابيتاسيون. دونك لوجمون دونك فالابل ما عندناش هنايا. صافي، دونك اونفون سي اون بيرسون كي نا با اونكور اتان 18 ans. لوجمون سي لوكال او لون بو لوجي ابيتي سينونيم سي ميزون، سينونيم سي ميزون ابيتاسيون. Devoir, c'est une chose qu'on est obligé de faire. C'est bien. Deuxièmement, la deuxième question, suivez avec moi toujours. Barre la classe grammaticale, entoure l'exemple et encadre le sens du mot dans l'article de dictionnaire suivante. Donc, on a l'article de dictionnaire, on a la définition de dictionnaire. Le kelma est défié. Défié. On a le dictionnaire et on a la définition. Ça fait. مزيان، غادي نبحثوا على لا كلاس غراماتيكال. ملي كنتكلموا على لا كلاس غراماتيكال ستادير النوعيه ديال هذه الكلمه هذه، واش هي فعل ولا اسم ولا ادجكتيف ولا صفه ولا نعت اتسيتيرا اتسيتيرا. بالنسبه ملي كنتكلموا على ليكزومبل ستادير الامثله، ملي كنتكلموا على لو سونس ستادير المعنى. صافي، اول شيء غنبداو بلا كلاس غراماتيكال. لا كلاس غراماتيكال شنو قالوا لنا دير له؟ باغ يعني شطب عليه. لا كلاس غراماتيكال ديال هذا النوع ديال هاد لو مو هذا، دونك انا نقراو هاد لو مو. دونك ديفيي سي ان نون ماسكولان انسامبل دي ريغل كي ريجيس لي رابور دي مومبر دون ميم سوسيتي. سو سوار جي لو دووا دو ريغاردي لا تيليفيزيون، سولا مي بيرمي. سينونيم سي اوتوريزاسيون او بيان بيرميسيون. مزيان، دونك هنا بالنسبه لا كلاس غراماتيكا سي ان نون ماسكولان، ها احنا شطبنا عليها. صافي، نون ماسكولان هي لا كلاس غراماتيكال. ندوزو اونتور ليكزومبل، يعني دور على ليكزومبل، دور عليه. ليكزومبل هو هذا اللي كيكون مكتوب اون ايتاليك، هذا هو ليكزومبل، هذا هو المثال. صافي، هذا هو المثال. بالنسبه لو سونس دو مو، يعني المعنى ديال هذه الكلمه هذه، قالنا اونكادغي عليها، يعني دير لها واحد الكادر، هي هذه اللي مكتوبه اونغا. صافي، ديروا واحد الكادر، خاصني نديرو بالمسطره. نتوما في الامتحانات ديالكم بقاو ديروه بالمسطره. صافي، مزيان، دونك هذا هو لو سونس، هذا سي ليكزومبل، سا سي لا كلاس غراماتيكال. غراماتيكال صافي، كلاس غراماتيكال.
C'est bien. Ou هنا دو لبقى هما المرادفات سينونيم اللي كنقولوا سينونيم سي مرادف. Question 3 maintenant. J'écris la signification de chaque abréviation. Donc هنا هاد لي زابريفياسيون كما لاحظتوا ان ام لي زابريفياسيون كونوا من بعد لو مو حدوا لا كلاس غراماتيكال ديالو اللي كيقولوا لنا بانه هادو هما المرادفات ولا هادو هما الاضداد اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هنا عندي اس ايغريك ان، هنا عندي ان ام، هنا في. دونك اس ايغريك ان سي سينونيم، synonyme المرادف صافي، هذه المعنى ديالها. ان بوان ام سي ان نو، نو ماسكولين، نو ماسكولين. في شنو كتعني؟ في كتعني فيرب، في فعل. دونك سينونيم سي اس اي ان، هذه لابريفياسيون. ان بوان ام سي نو ماسكولين، في بوان سي فيرب. داكوغ. Deuxièmement, la quatrième question, suivez toujours avec moi. Mets en ordre les mots suivants. Had les mots hadou, radin, rettebhom en ordre alphabétique. Ça fait en ordre alphabétique. Donc, le tartib, l'abjadi, il y a l'oral français, tabiat l'hal. Un observatoire, qui est d'ab O, société, qui est d'ab S, devoir, d'D, identité, I, éducation, E. Mais il y a A, B, C, D, E. Donc, D, l'oula, devoir. A, B, C, D, E, éducation. A, B, C, D, E, F, G, H, I, identité. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, observatoire. Et après, société. D'accord? Société. C'est très bien. Passons à la dernière question, la cinquième question. Classe les groupes de mots suivants dans le tableau ci-dessus. On a radin classé les droits et les devoirs. Le huquq ou le wajibat. Donc, on a avoir un nom. Il y a un nom. Wash huwa haqq ou la wajib. Donc, hada haqq. Avoir un nom. Faire ces exercices. Dir tamarin dialak hada wajib. Être logé. يعني يكون عندك المسكن. هذا راه حق. Être nourri aussi. Respecter la loi. تحترم القانون. هذا واجب هذا. دونك هذوما بجوج ثلاثة بهم حقوق. هذا واجب. Respecter la loi. Respecter les autres. يعني احترام الآخرين حتى هو واجب. صافي، وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرد من فروض اللغة الفرنسية ليكسيك ضمن فروض المراقبة المستمرة للمرحلة الثانية بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي الموسم الدراسي 2021-2022. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم، الفروض والدروس وكذلك الامتحانات الاشهادية. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.